ثانيا انا جيت للبحر مع اصدقاء ديالي حيت ما لقيت حتى شي بلاصه فين نمشي حيت كلشي مشدود دابا الساعه، ولكن بما انهم باقيين ما قالوش في الراديو بانه ممنوع الخروج بتة لكل الناس، راه حنا باقيين تنخرجوا شويه وجينا للبحر هنا راه بعدا خاوي شويه ما كاينش الناس بزاف وكتمشى على خاطرك. اما الى جا الامر السامي بانه يوقفوا الخروج راه حنا غنبقاو في ديورنا، وهذا الشيء تنتمنى هذا الوباء يحبسوا علينا الله سبحانه وتعالى. الناس خصهم يرجعوا الله لان هذا الوباء راه رحمه وراه مصيبه في نفس الوقت. نسال الله يبعد علينا هذا الوباء. احنا اللي سمعنا بالنسبه للتلاميذ هما اللي سمعنا بانه جلسوا في دارهم ويقراو سميتو، باقيين ما قالوش بان كل شيء السكان ما يخرجوش. الا قالت وزاره الداخليه حنا غنشوف ديورنا اختي، وحنا اولا كنخافوا من الله ولكن التلفيروس خايفين منه في الحقيقه، لان كل واحد راه نفسه عزيز عليه، واللي بغى يخاف من الدويس كما قالوا هاد الصابون اليدين خصهم يغسلوهم، خصهم ما يسلموش على الناس الكبار اللي عندهم مرض مزمن، ومع ذلك يحتاطوا يديروا الاحتياط. جينا البحر حنا موالفين ما كنديروا سبور، ملي سمعنا هادشي ديال الكورونا تخلعنا واحد شويه، ولكن خوف من الله سبحانه وتعالى. حنا ديما كنجيو للبحر كل ثلاث كنجيو نديروا سبور انا والدري صاحبي، وهاد الساعه قال لك خويا نسيب ما كتبه الله ولا انا، يعني كان هادشي كثير عباد الله غيحبسوهم ما يخليهمش يخرجوا، فهمتينا اختي؟ صافي ونتمناو من الله يحيد لنا هذا المرض هذا يحيدو لينا، حنا راه مسلمين الحمد لله ثقة لنا في الله كبير. هذا ما كان صراحة ما كنتش خايف ما على باليش، ولكن مع هاد القضية بان لك كاين شوية حالة خطيرة، وحنا الاعتقاد ديالنا في الله سبحانه وتعالى لا كان بسبب كورونا راه غنموتو بسببها، كان أجل راه إنسان مكتوب لي إمشى غيموت وإمشى غيتوفى، يعني كي كان هاد كورونا كي بلا كورونا. ونتمنى والله يجيب السلامة ويرفع علينا هذا البلاء هذا علينا وعلى خوتنا المسلمين كاملين وعلى جميع العالم، حنا مبغيو الأذية تشوه. وداك الشيء دارت وزارة الصحة حنا راه قابلين عليه، قالوا لنا خرجوا قالوا لنا ريحوا داك الشيء اللي قالوا الوزارة حنا قابلين عليه، ما عندناش مشكل حنايا. الدولة ديالنا إلا كنا الناس غادي نريحوا في ديورهم، كاين الناس عندها الفلوس يعني عندها باش تشتري المواد الغذائية اللي غتحتاج، وداك الشيء كاينه ناس كتجيب عشاء ديال ليله وحده، يعني الا ما خرجش غير 3 ايام ما غيلقاش باش ياكل، ما غيلقاش باش يخل، كيفاش غيدير هاد الطبقه هادو؟ الدوله شنو الدور ديالها مع هاد الناس؟ واخا حنا ما غنخرجوش اوكي ولكن شنو كيفاش الدوله غتتصرف مع دوك الناس؟ شنو غيجيبوا لهم الماكله غادي ولا غيقول لهم غير جلسوا في الدار صافي هكاك وما تاكلوا وما تشربوا؟ يعني خاص الدور ديال الدوله بعدا تواعد الناس بشي ان تكون على ما تكونش على قلق وهادي، وان غتلبي لها الاحتياجات ديالها بحال باقي البلدان الاوروبيه.